السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات ديال قناتكم أثواب الأناقة. اليوم جبنا لكم قفطنا ديال الجوهرة، مخدومين بخدمة ديال المعلم وزواق الكاترفيل من نبتين بالعقيق بالمجدلات ديالهم، شي حاجة اللي زوينة وأنيقة. بغيتي شي حاجة وعجبتك شي حاجة، ما عليك إلا تسكرين التصويرة على الشكل اللي يعجبك وتصيفطي لنا في الواتساب، وإن شاء الله تعالى غادا توصلي بالبياسة ديالك فين ما كنتي بإذن الله تعالى وفي أسرع وقت، والثمن راه جد مناسب ماشي الثمن اللي غالي. كنتي من الناس اللي باغا يعني كما قلنا بياسه وحده سكراني وتواصلي معنا، كنتي نسي واحد باغي مثلا الجمله ولا عنده شي محل ولا كيبيع ويشري ولا بغيتي شي عدد كثير، مالك الا تواصل معنا وراه يكون خاطرك ان شاء الله. مرحبا بكم، نبداو الاستعراض ديالنا ان شاء الله. البياسه الاولى اللي غنبينو ان شاء الله تعالى هي هذه الموف، الزواقه راه قدامكم زويقه زوينه بالمجديل ديالها ومنبته بالعقيق، يعني خدمه نقيه ديال النفس ماشي داكشي السواقي. شتي الخدمة كي دايرة، يعني حاجة زوينة. ندوزو للبياسة الثانية، البياسة الثانية هي هاد الخضيطر هدا، المجديل ديالها ولوين أنيق وحاجة زوينة. ندوزو للبياسة الأخرى هي هادي لي مور هدا، شواد المور تا هو، هدا خدمنا اللون في اللون بعوينات وعقيق هابط بالمجديل ديالو. الأثمنة راه جد مناسبة، اللي عجبتها شي حاجة عاد تواصل معنا ورا نقولو ليها الثمن ديال كل قطعة إن شاء الله، والثمن غيكون جد مناسب. هانتي شتي هاد البياسة، اللي عجبتها شي حاجة الثمن راه غيكون الخير إن شاء الله. زويقة زوينة ومنبتادي بالخضر والكرونة، يعني حاجة واعرة. نشوفو البياسة الأخرى، كاينة هادي هي باند عريضة، شتي شوف هاد الموف هدا، هدا درنا اللون في اللون حيت هاد اللوينات هاد المغلوقين أفضل حاجة تخدمو بيه هو لونه، كيتنبت بالعقيق كيجي زوين. الصومو هدا لون رائع. بالنسبة للمقاسات راه غتصيفطي لنا القياس ديالك إن شاء الله تعالى وراه يكون غير خير، نصيفطولك البياسة في قياسك حتى لباب الدار. شوف هاد المييف الفاتح، كاين هاد اللوين هدا تا هو، اللي عجباتها شي حاجة ما عليها إلا تواصل معنا إن شاء الله تعالى وراه يكون غير خير. وصلنا دابا لأخر بياسة عندنا في هاد الفيديو، فيديو آخر إن شاء الله تعالى نقدرو نديرو شي ستيل ديال الراندا باقي جديد إن شاء الله تعالى، غيكون موديلات ديال الكروشي. المهم أي حاجة بغيتوها ما عليكم إلا تواصلوا معنا وكتبوا لنا في التعليقات شنو اللي باغيين، شنو اللي باغيين تشوفوا، شنو اللي عجبكم، وإن شاء الله تعالى غادي تشوفوه. كما كنقول لكم دائما حنا راه مختصين بالطالع، كنخيطو على يدينا وكنخدمو حاجة زوينة، وكنخدمو مثلا بحال دابا أي شكل عجبك مثلا شي موديل ولا شي حاجة تصيفطو لنا راه نخدموه لك. وأيضا كنديرو التوب اللي كيبغي التوب مثلا بالجملة ولا بالتقسيط، بغيتي التوب ديال الكريب مليفة، جوهرة باندا عريضة، جوهرة باندا رقيقة، بغيتي كريب ديال الصقلي، أي حاجة عجبتك راك تكون عندنا. متنساوش تشتركو بالقناة باش توصلوا دائما بالجديد، وشاركوا مع الاصدقاء ديالكم يعني باش اي واحد ان شاء الله تعالى يشوف حالة هذا ويدعمنا باذن الله تعالى وراه يكون الخير. ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمه الله.